هنتكلم عن موضوع التلقيح الصناعي لملكات نحل العسل. الحقيقة موضوع التلقيح الصناعي من المواضيع المهمة لمربي الملكات ولمنتجي الملكات الملقحة على وجه التحديد. الخطوة الأولى في التلقيح الصناعي إن أنا أجهز الملكات العذارة أو الغير ملقحة اللي أنا هستخدمها في عملية التلقيح. وهنا بيبقى فيه اختيارين. الاختيار الأول هو تربية الملكة نفسها، إن أنا أربي الملكات بالطرق المتعارف عليها للحصول على الملكات العذارة، وإن أنا ممكن أشتري، يعني الحل الثاني إن أنا أشتري الملكات العذارة مباشرة من اللي هي محطات تربية الملكات. بعد تجهيز الملكات العذارة وشراء الملكات العذارة أبتدي أعمل الخطوة الثانية اللي هي جمع السائل المنوي من الذكور. وهنا بنلاحظ إن الذكور لابد أن تكون ناضجة، يعني الذكر يكون عمره أكثر من 12 يوم بحيث أن يكون ذكر ناضج وعند الضغط عليه ممكن الحصول على السائل المنوي. وفي حالة عدم وفرة الذكور ممكن ألجأ لتربية الذكور، ولها برضو عدة طرق في التربية. ممكن الذكور إذا كانت ناضجة أجمع هذه الذكور في أقفاص جيدة التهوية زي اللي موجودة في الشكل، بتبقى أقفاص بلاستيكية أو خشبية، وأنقل هذه الذكور إلى غرفة التلقيح. ولو كانت الذكور غير ناضجة ممكن إن أنا أحجز هذه الذكور في قفص، يعني في حاجز ملكات زي اللي قدامنا كده. هذا القفص يسمح بدخول وخروج الشغالات لتغذية الذكور، يعني الذكور محبوسة بداخل القفص بينما تقوم الشغالات بتغذيتها والعناية بها في حتى تمام النضج. يعني لو الذكور عمرها قليل ممكن ان انا ألجأ لهذه الطريقة. وده شكل الأقفاص اللي بتحجز فيها الذكور داخل الخلايا. علشان اجمع السائل المنوي بيتم مسك الذكر بطريقة معينة، يعني بيتم ضغط على الذكر من منطقة البطن حتى بيحصل خروج للعضو التناسلي وظهور السائل المنوي. شوف هنا عملية اللي هي عملية الضغط على الذكر. هنا برضو اللي هي عملية الضغط على البطن حتى خروج العضو التناسلي. ولو الذكر ناضج هيخرج السائل المنوي، وإذا غير ناضج مش هيديني سائل منوي. السائل المنوي اللي هو الجزء الغير رائق، يعني شكل السائل المنوي مش لون أبيض، يعني لونه ليس أبيض ولكن بيكون معكر فغير رائق، ولكن لا يتم سحب الجزء اللي أسفل السائل المنوي اللي هو السائل المخاطي. يعني بعد الضغط على الذكر بيظهر عندي السائل المنوي وهو بيبقى غير رائق، بجانب أسفل السائل المنوي بيوجد حاجة اسمها سائل مخاطي. فعند سحب السائل المنوي بالسرنجة لازم إن أنا أستبعد السائل المخاطي، يعني ما أسحبش السائل المخاطي. الشكل ده بيوضح السائل المنوي، وهنلاحظ إن هو غير رائق، يعني الشكل بتاعه ما هوش أبيض اللي هو الجزء المشار إليه. هنا برضو ده شكل بيوضح عملية السحب اللي هو الجزء العلوي ده اللي هو السائل المنوي، اللي تحتيه بلون أبيض اللي هو السائل المخاطي. هنا برضو شكل تاني سهم بيشير للسائل المنوي، والجزء الأسفل مباشرة بيكون سائل لزج ممكن يعمل سد في الأنبوبة بتاعة الجمع. أثناء عملية جمع السائل المنوي بتجنب أي سائل يتلوث، يعني لو في سائل منوي زي الشكل كده تلامس مع جسم الذكر أو مع إيد العامل اللي بيقوم بعملية الجمع لابد إن أنا أستبعد هذا السائل المنوي. يعني لازم السائل اللي يستخدم في التلقيح يكون سائل منوي نظيف.
يعني انا اشوف برضو عمليه الجمع. طبعا جمع الثدي المنوي بيتم تحت عدسه مكبره وبواسطه الايه اللي هو السرنجه بتاعت السحب. طبعا بعد ما بجمع من الذكر الاول بجمع بعد كده من الذكر الثاني، لان انا بجمع السائل المنوي من عده ذكور. فقبل ما اجمع من الذكر الثاني يفضل ان انا اخرج قطره صغيره على طرف السرنجه زي الشكل كده. يعني لما اجي اجمع من ذكر اخر اطلع الاول قطره صغيره وبعد كده اعمل عمليه سحب للسائل المنوي للذكر الثاني. الطريقه دي بتسهل عمليه سحب السائل المنوي. وإذا حصل وجمعت سائل مخاطي اللي هو السائل الكثيف الأبيض ده بدون قصد، لازم إن أنا أخرجه فورا من السرنجة، وإلا هيسد السرنجة، يتم إخراجه فورا وتنظيف الإيه السرنجة بتاعة الجمع. السائل المنوي أحيانا بيحقن مباشرة كما هو أو بيتم تخفيفه بمحلول فسيولوجي، وده في حالة ان انا هعمل حقن الاكثر من ملكة. يعني ممكن يتم تخفيف السائل المنوي او ان انا استخدمه كما هو لو عدد الملكات قليل. يعني المرحلة التالتة بعد انا ما جبت العذارة وجمعت السائل المنوي اخش في المرحلة التالتة اللي هي تلقيح الملكات. في البداية جهاز التلقيح نفسه بقى بنلاقيه بيتكون من عدسة مكبرة، ودي مهمة جدا في رؤية عملية التلقيح، وفي جزء اللي هو المحقن وخطاطيف بتساعد في فتح يعني الجزء التناسلي للملكة بجانب مصدر للإضاءة، وكمان بيزود بمصدر لتخدير الملكة. ده شكل أحد أجهزة التلقيح الصناعي اللي هو جهاز تشيلي الألماني. الملكة العذراء بثبتها الأول في أنبوب خاص لعملية تثبيت الملكة حتى تظهر النهاية بتاعت البطن. يعني ده جزء في جهاز التلقيح، إن أنا الملكة قبل ما أعمل التلقيح لازم أثبتها الأول. شوف هنا برضو شكل تاني لعملية تثبيت الملكة. ده شكل الملكة وهي مثبتة. وبعد ما ثبت الملكة لازم اعمل لها عملية تخدير بواسطة ثاني اكسيد الكربون حتى يسهل التحكم في عملية التلقيح. طبعا لو الملكة لم تخدر هيبقى في رد فعل منها، فبالتالي ممكن يحصل اضرار للجهاز التناسلي للملكه. فالافضل ان هي يتم تخدير الملكه بتيار خفيف من ثاني اكسيد الكربون. هنا عمليه اللي هي الانبوب بتاع ثاني اكسيد الكربون لعمليه التخدير. بعد ما تتخدر الملكه بستخدم الخطاطيف مخطفين موجودين عشان اعمل فتح الحجرة اللسع. لما افتح الحجرة بتاعت اللسع، يعني اللي موجود فيها آلة اللسع وموجود فيها ايضا الفتحة التناسلية، فبستخدم خطفين لهذه العملية. بعمل فتح الحجرة اللسع، لاحظ هنا في خطاف بيشبك في فتحة كده بيشبك فيها آلة اللسع، وببعد اللي هي الجزء العلوي اللي هي الترجات العلوية الصفائح الظهرية، وفي خطاف تاني بيبعد الجزء السفلي من البطن اللي هي بيسموه الاسترنات البطنية. يعني بعد ما افتح اللي هي حجرة اللسع دي بتظهر قدامي الفتحة التناسلية للملكة. شوف برضو شكل تاني، هنا في خطاف بيشبك في آلة اللسع وخطاف تاني بيعمل ابعاد للحلقات البطنية السفلية اللي هي الاسترنات البطنية. بعد كده بيتم عملية حقن السائل المنوي في الفتحة التناسلية، ويراعى فيها الدقة ان يبقى فيه اضاءة كافية اثناء عملية التلقيح. شوف هنا ده شكل اللي هي الفتحة التناسلية بعد ما بعمل فتح حجرة اللسع.
ولابد من توجيه اللي هي الأنبوب الحقن بعناية شديدة حتى لا يحدث تهتك للأغشية بتاعة حجرة اللثة. شوف هنا طرف المحقن بيمر لمسافة قصيرة وبعد كده بعمل عملية الحقن، يعني لابد ان انا امرر المسافة. وبيتم الحقن بحوالي من 8 ل 12 مايكرو لتر سائل منوي. شوف برضو هنا عملية الحقن، يعني لازم السائل المنوي يمرر داخل اللي هو الجزء التناسلي، ما يبقاش ايه خارجيا يعني. شوف برضو عملية التثبيت، هنلاحظ ان في خطاف شابك في آلة اللثة وخطاف تاني باعد الجزء البطني للملك. طبعا الموضوع ده بيحتاج الى تدريب، برضو تدريب اخر على عملية الحقن، ولابد من عدسة جيدة حتى تظهر الفتحة التناسلية بوضوح. وقبل ما ألقح ملكة أخرى لابد من تعقيم السرنجة جيدا. وعملية التعقيم بتتم في محلول ملحي معقم، يعني بسحب في السرنجة نزق كمية من المحلول حوالي نص مايكرو لتر، وبعد كده بخرج هذه القطرة وأمسح طرف الأنبوبة قبل ما ألقح ملكة أخرى. وده نموذج لمحقن بيعمل على جمع وتخزين كمية كبيرة من السائل المنوي اللي هو محقن هاربو. والحقيقة السائل المنوي ممكن في طرق لحفظ السائل المنوي، يعني في محاليل ممكن تجهزها بتعمل حفظ للسائل المنوي لو أنا عندي كذا تلقيح للملكات. أثناء التدريب على التلقيح ممكن أتأكد من كفاءة التلقيح إن أنا أفحص القابلة المنوية، طبعا ده في حالة التدريب فقط، لأن أنا هنا هشرح الملكة بعد ما لقحتها بعمل لها تشريح. وزي ما احنا شايفين القابلة المنوية اللي هي بتستقبل الحيوانات اللي هي الصغيرة اللي بيتم إخراجها بالملقط دي. فلو الملكة يعني لم يتم تلقيحها بنجاح بتظهر القابلة المنوية شفافة، وإذا لقحت بنجاح بتكون القابلة المنوية ممتلئة زي الشكل اللي قدامنا. احيانا بتكون زلون ابيض شائب او شاحب زي الشكل كده، ده دليل على ضعف التلقيح، ان نسبة الحيوانات المنوية اللي وصلت للقابلة كانت قليلة. بعد اتمام التلقيح ممكن يتم تعليم الملكة وقص الاجنحة قبل ما اعمل لها تسويق او قبل ما اقوم بادخالها على خلية. وقص الأجنحة الحقيقة بيبقى أحيانا مهم لمنع الملكة من التلقيح الطبيعي، لأن ممكن الملكة بعد ما يفرج عنها بعد كده يعني تخرج من الخلية ويعني تسعى إلى تلقيح إضافي. لذلك احنا بنضمن عدم تلقيح الطبيعي بعد كده، وخصوصا لو كان التلقيح الصناعي من ذكور منتخبة. يعني التلقيح الصناعي احنا كمان بنعمله الأهداف، يعني في حالة ان نضرة الذكور مثلا، او ان انا في سلالة معينة عايز اتحكم فيها، او تلقيحات معينة صعب حدوثها في الطبيعة. اما عن جودة هذه الملكات، في الحقيقة الملكات الملقحة صناعيا بشكل عام وحسب بعض الدراسات بتكون يعني مماثلة او اقل كفاءة من الملقحة طبيعي. يعني الانطباع العام انها اقل كفاءة من الملكات التي لقحت طبيعية. وربما عملية التغذير والمعاملات اثناء التلقيح لها تأثير على هذه الملكة. في دراسات اخرى يعني عملت مقارنات وقالت ان التلقيح الصناعي احيانا بيتفوق على الطبيعي. يعني ده برضو بيتوقف على العديد من العوامل، منها كفاءة التلقيح نفسه وخبرة القائم على عملية التلقيح. وشكرا جزيلا لحسن المشاهدة.